السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الاسم ناصر سعيد عبد الله سعيد الضنحاني من دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيم في إمارة الفجيرة. طبعا أنا حاليا متواجد في الهند في مستشفى سنشاي مع الدكتور طبعا فينوغوبال. طبعا قبل ما أجي هني كنت أعاني طبعا من السكر وأعاني من الضغط وأعاني من قلب مفتوح. طبعا رحت لأكثر من مستشفيات قالوا لي ما ينفع أنك تسوي عملية قص المعدة، لكن الحمد لله فضلا من الله اللي جيت هني في مستشفى سنشاي طبعا مع الدكتور فينوغوبال. سوى لي نظام غذائي لمدة 5 أيام طبعا، واتبعنا هذا النظام، وبعد النظام هذا طبعا سوينا عملية قص المعدة، والحمد لله طبعا كان الوزن 182، والعالم الله بعد كم شهر راح يكون كم الوزن بإذن الله. طبعا الشيء الجميل والحلو في المستشفى ان صراحة الخدمات جيدة جدا جدا، من دكاترة، من موجودين، من أطباء، من الساتر، طبعا في موجودين مترجمين، طبعا كانوا يعني المترجم حبيب قلبنا طبعا فياض. الحمد لله كان هناك خدمات كثيرة بصراحة، ما قصروا معانا في شيء، لقينا الراحة التامة طبعا من خدمات. أي شيء تباه يكون موجود متواجد معاهم، وإن شاء الله طبعا نشوفكم في أحسن حال وفي لقاء ثاني بإذن الله. Hi, I'm Dr. Venugopal Pareek. I'm Chief Laparoscopic and Bariatric Surgeon at Sunshine Hospitals, Hyderabad. And this is our patient, Naser Saeed. He is from United Arab Emirates. He had actually come to us 6 months back with morbid obesity. His weight was 185. His BMI was close to 68. He also had underwent a bypass 2 years back at age of 33. But his morbid obesity continued to increase and his weight went on to 85. That's when he consulted a couple of bariatric surgeons at Dubai, wherein seeing his high risk status, morbidly obese and post coronary and bypass, post CABG, they were refused surgery. Then he went to Egypt as well, wherein most of the centers refused surgery because of his high risk status. Then he came to us at our center and we did sleeve gastrectomy 6 months back. At that time his weight was 185 and he was on a lot of antihypertensives. Now post 6 months his weight is 134. He has already lost 55 kgs. Most of his antihypertensives are off. He is living a very active and healthy lifestyle now, and I wish him best of luck for a bright future. طبعا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا معاكم ناصر سعيد عبد الله سعيد الضنحاني من دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن في فيديو سابق كنت طالع لكم بتقريبا 180 كيلو، لكن اليوم الحمد لله فضل الله وصلت ل 130 كيلو. طبعا معاناة المرضية سابقا طبعا كان عندي قلب مفتوح وكان عندي الضغط موجود وكان عندي كثير من الأمراض اللي منعتني طبعا أسوي العملية في دولة الإمارات. طبعا قالوا لي العملية ممنوعة، وطبعا رحت مصر وقالوا لي بعد العملية ممنوعة، لكن بفضل الله وفضل طبعا مستشفى سنشاي والدكتور فينوغوبال طبعا سوانا العملية، نقصنا 50 كيلو والحمد لله. هذه احنا حياة جديدة وكل شيء جديد. طبعا باورز اوكي، اول اوكي. طبعا بدل الوحدة بتزوج 4، مرد نوت 1 مرد 4 ان شاء الله. افتر سكانينج اوكي، اول باورز اوكي، دكتور فينوغوبال نمبر 1 اوبريشن. Sunshine.